والإجماع بخصوص محتويات البيان اللي أصدره هو الإجماع الوطني في ولاية جنوب دارفور، وأكدت إنهم اتمسكوا بالشيء طلع في البيان، وأكدوا إنهم كأحزاب مسجلة على حسب القانون لهم الحق إنه يعبروا عن رأيهم بخصوص ما يحصل من أحداث كبيرة في البلد، وده بكفله الدستور. وأضافت الدكتورة نور الصادق لراديو دبنجا، وهي بتحكي الشيء دار في الاستدعاء الأمني لقادة القوى السياسية في نيالا. إذا ما كل رؤساء الحياة والإجماع الوطني، طلعت البيان والإجماع الوطني حين مردوي وتور الشابس البحث العربي وأخير الشيء السياسي في الحاصل إنه تعلمنا عن هذه الأشياء، تعلمنا عن أحداث الجنوب ومتطلقية ومما يتم ثم طلاب يتم الاستيضاء أولا ثم دكتور ثاني، علقنا على الموت الكبير البحث المرضي، علقنا حتى على أحداث المحكمة الأخيرة واللي تم هارجوا أخذوا المحكومين ونخبرهم بدون ما يلاحظوا بدون ما يعملوا أي حاجة. لا أنا معتبر انفلات أمني وهي جدا جدا حاصل في البلد دي، هذا أن خطاتنا طلعنا ولنا رأينا في الموضوع ده، ما كان طوال كان يوم الأحد السلوني يعني قالوا ده هم اعتبروا العملية دي تحريض لله وتحريض للجماهير، والوضع كش ما بيستحمل المزيد من التحريض المزيد من جنات الشارع، قالوا احنا مريض من ناس احنا خليل ولا احنا ما بنعتبر كلامنا ده تحريض، لكن رأينا من جنون احنا أحزاب مسجلة وصرح لها مواردة العمل السياسي في تعرضوا عدد من مزارعي منطقة جورني شمال مبجر بوسط دارفور صباح أمس الثلاثاء للضرب الشديد من طرف رعاة مسلحين من قبل الحكومة. وقال شاهد براديو دبنجا إن أكثر من 15 من الرعاة المسلحين من طرف الحكومة هاجموا حوالي الساعة 10 من صباح أمس الثلاثاء أكثر من 30 مزارع كانوا شغالين في دق العيش، وأطلقوا نيران ثقيلة في الهواء قبل ما يقوموا بضربهم بالسيطان والعكاكيس وبطرف البنادق. وكشف الشاهد عن إصابة أكثر من 10 من المزارعين بجروح متفاوتة وإطلاق المسلحين لجمالهم ومواشيهم في الأجران ومدقات العيش. وقال الشاهد بأنهم بلغوا شرطة مبجر بالحادث لكنها ما تحركت بشان تقبض على المعتدين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من مبجر يمالا تقريبا 6 سواتاليا تقريبا